بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة التكوير وهي مكية، الصفحة 74. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال الأوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت وورت. وقال الربيع بن خيثم: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير الإمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى: كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وكذا قال عامر الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله: إذا الشمس كورت، قال: كورت في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد ابن حبان، حدثنا درسة ابن زياد، حدثنا يزيد الرقاشي، حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف، لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري، وهذا لفظه، وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق، وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود إراده، فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد، مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث،
قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه؟ قال: وما ذنبهما؟ ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك، إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك، إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فنادوا بعضهم في بعض. وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت. وإذا العشار عطلت قال: أهملها أهلها. وإذا البحار سجرت قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج. قال: فبينما هم كذلك، إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع ابن خيثم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جل وعلا: وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت قال: انكدرت في جهنم. وكل من عبد من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه، ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله: وإذا العشار عطلت قال إكرمة ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: عطلت تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن خيثم: لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدتها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنه السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر. وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، الله أعلم. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خيثم والسدي وغير واحد.
وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله ما فيها ما يشاء، فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال أكرمة: حشرها موتها. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم التوصي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا حسين عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: فإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي، فذكرته لأكرمة فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال حشرت جمعت، قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا سابقا، والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحره وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاد أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك وقتاده: غاب ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خيثم: سجرت فاضت. وقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ: وإذا النفوس زوجت، فقال: تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: وهما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء.
في النار، فذلك تزويد الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا. قال: ولكن أعلمه، هو الرجل يزود نظيره من أهل الجنة والرجل يزود نظيره من أهل النار. ثم قرأ: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأنفال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار، عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصلحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة. ولو مر عليهم النار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا. ثم توسل الأرواح فتزود الأجساد، فذلك قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة. وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: سألت، أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموءودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضا ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السليحيه عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسحاق الأزرق، أخبرنا عوف، حدثتني خنساء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: الموؤودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس: هو المدفونة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية. قال: أعتق من كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب ابن. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق، ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق، فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأبت ثمان بنات لي، وأبت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره: فأهب إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة ابن حسين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية، أو 13. قال: أعتق عددهن نسما. قال: فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت للمسلمين. قال: قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية. وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: يا ابن آدم، تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملى في صحيفته. وقوله تعالى: وإذا السماء كشطت، قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، قال السدي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خيثم: أي قربت إلى أهلها. وقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر،
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال لهذا أجري الحديث فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ببين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر ابن الكدام عن الوليد بن سرية عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ورواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث به نحوه. قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خالد بن عرعرة سمعت علي وسئل عن لا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم. فهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالله أعلم. وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم. رواه ابن أبي حاتم وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوزة بن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أو الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. وقال الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش. وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل.
وكذا قال سعيد بن جبير، وقال الأوفي عن ابن عباس هي الظباء، وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك، وقال أبو الشعفاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. من فضلك تابع بقية المادة. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت، قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم، قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمع، قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها، قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون علي، إنهم يكذبون على علي، هذا كما روى عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. يتوقف ابن جرير في المراد بقوله الخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا، وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين سوب المسوب بصلاة الصبح فقال أيها السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا حين أدبر. حسنا، وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء واستشهد، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال هنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس يستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، والله أعلم. قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأضمن، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو وشى أبنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال. قال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع، وقوله تعالى الصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه، وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين، وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم،
أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ذي قوة، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل. عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله تعالى عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم، أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله تعالى أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقديره والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر الله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة الضنين والضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد، كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ظن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وكذا قال أكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد، قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله تعالى فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا المسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من القرآن مسلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إلي أي من إله. وقال قتادة فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن
أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكوير: ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الانفطار وهي مكية، الصفحة 80 و400. قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى؟ عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي. وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي: ملئت. وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا. وقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم: حتى يقول قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. كما جاء في الحديث:
يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر: الجهل. وقال أيضا: حدثنا عمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن عمر: غره والله جهله. قال: وروي عن ابن عباس والربيع بن خيثم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم؟ شيء. ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله تعالى: ما غرك بربك الكريم. وقوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال مجاهد: في أي شبه، أب أو أم أو خال أو عم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان الفزاري حدثنا مطهر بن الهيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مه، لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: شكلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به، وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه: أبو سعد ابن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الإثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
وقد قال عكرمة في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال أبو صالح: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام من حسن المنظر والهيئة. وقوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي، تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان ومصر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان: لين الحديث، وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا ميسرة بن إسماعيل الحلبي، حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا، إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. ثم قال: تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالفلوسي، حدثنا بيان بن حمران، حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يعرفون بني آدم، وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم. فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه، وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه، وقالوا: هلك الليلة فلان. ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلام المدائن، وهو لين الحديث. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم.
ولهذا قال يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء، ولهذا قال والأمر يومئذ لله كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكقوله مالك يوم الدين. قال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. آخر تفسير سورة الانفطار ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.